لو كان يهوذا ما سلمش المسيح كان برضه يسوع هيتصلب؟ ايه رايكم؟ طبعا. هو المسألة عن مجد بنفسه رد على السؤال ده وقال من اجل هذه الساعه قد اتيت. هو جاء عشان كده، عشان يتصلب ويموت نيابه عنا ويفدينا وياخد في نفسه حكم الموت بدلنا الابدي ويخلصنا ويدينا خلاص ابدي. هو له المجد اللي قال. وبعدين يهوذا كان هيسلمه وغير يهوذا كان هيسلمه، ده هو جاي من اجل هذه الساعه وقد تمت بالفعل. لكن الواقع ايه؟ الواقع بيقولوا لو كان يهوذا ما سلموش، لكن يهوذا سلمه ولا ما سلموش؟ طب ليه نفترض بقى حاجه مش واقع؟ حاجه مش موجوده ليه يعني؟ مش قادر افهم يعني. ليه نرهق ذهننا في حاجات ما هياش واقع؟ ارجو ان احنا نركز دايما في الواقع ونفهم الواقع ايه؟ اللي حصل ايه بالفعل؟ ان يهوذا سلمه، يهوذا خانه وسلمه، باعه ب 30 بالفضه، عشان 30 بالفضه باع سيده. عشان كده احنا في كل يوم خميس عاد في حاجه اسمها دوره يهوذا، ونقول بالله احنا بتاعنا بنلف من الشمال لليمين على غير العاد انه مخالف. يهوذا 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 مخالف الناموس بالفضه بعت سيدك المسيح لليهود مخالفين ناموس. فكرتكم بقى بالاسبوع الالم وخمس الالم شوقكم. فيهوذا خانوا وباعوا خلاص. لكن انا عايز اقول على كلمه لو ما كانش يهوذا سلم المسيح كان اي حد هيسلمه، ما فيش مشكله يعني. لكن لان اليهود ورؤساء الكهنه والكذا والفرسين كلهم قاموا عليه، وهنشوف النهارده في الايه لمجرد بس انه عمل معجزه جباره لما قوم المفلوج اللي احنا الكسيح اللي 38 سنه على بيت حزده. اليهود كانوا يطردون يسوع ويريدون ان يقتلوه لانه عمل هذا في السبت، عمل معجزه جباره عشان في يوم السبت عايزين يقتلوه، فهم مصممين على قتله. في التفسير هنفهم ليه هم كده يعني. وبالمناسبه هقول لكم بقى، لو كان في مثل هيعجبكم جدا بيقول زرعنا شجره يا ريت في ارض لو كنا وسقناها بميه لو كان طرحت ما يجيش منه. يعني اقعد اقول يا ريت لو كان لو كنا خلاص ما حدث ايه؟ قد حدث خلاص يعني. كلمة لو ديت على الرأي اللي بيقوله حرفة شعليق في الجو. فيهوذا خان المسيح بكل أسف وسلمه اليهود عشان 30 فضة. حتى المسيح نبهه قبل كده كم مرة يعني. السؤال بيقول صباح الخير يا أبانا، عاوز أسأل سؤال. أنا بحب الصبح أشغل القداس كويس وأرش مياه مصلية حلو وأولع بخور، هو حرام البخور؟ بس البخور اللي عندي اللي بنشتريه من الأديرة مش الحسب، رجاء الرد ضروري جدا. يعني البخور من الأديرة أو بخور الحسب، ما الحسب ده بتاع الكنايس اللي بنصلي فيه في الكنايس، ده أحسن أنواع البخور لو نوع الحسب ده. لكن لو بخور من الأديرة أو بخور الحسب اللي بنصلي فيه إيه المشكلة؟ لكن المشكلة في حاجة واحدة، لو جبت شوريا وحطيت البخور في الشوريا وقعدت تمشي تلف في الشقة أو بخار زي الكاهن، دي بقى الخطأ، خطأ شديد جدا جدا وغير مسموح به. ليه بقى؟ عشان نحتفظ به لنفسنا؟ لا. لو تذكروا قصة كورح ودثان وأبيرام لما خدوا وظيفة الكاهن وعملوا كده حصل إيه؟ الأرض فتحت فيها وإيه؟ وابتلعتهم أحياء، لأنهم خدوا عمل مش بتاعهم، عمل الكهنوت. فأنت لكم عملكم والكهنة لهم عملنا، أمال ناكل عيش منين؟ تضحكوا. لازم أضحك طيب. المهم لكن لو في إناء ثابت، لو في اناء ثابت يعني مبخره ثابته وولعنا فيها فحم وحطينا فيها، ايه المشكله يعني؟ مش بدل اي روايح ثانيه وحشه في البيت مفيش اي مشكله. لكن لو في شوريا هنمشي بها، حتى لو المبخره دي لو مشينا بها ونقعد نبخر برضه مش صح، بس خدنا وظيفه الكهنوت واحنا ما خدناهاش.